بالنسبه للاسير تتحكم فيه ثم يتوقع ما دخل بالاسير اللي دخل بالخيل كله خيل كامله نعم كل الطرق طبعا بس هذا هنا بزياده انت تتحكم تتوقع التحكم لا 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 تتحكم يتوقع التحكم يعرف التحكم ممتاز وبرضه قلت كذا انا تدرج جميل نعم هي من فكرة إن أنا مرتبط موضوع إنك لو هو أصلاً بالفعل حطت الحصان فهو باع جاهز له الحصان ما يحط في وضع اللي هو جاهز له أصلاً ما راح يحاول بس الفكرة أنا كنت ليش تحطه اختصاراً لبعض الأشياء مع أوضح للحصان مقدار الدقة ركوبي مقدار صح ولا نقدر الشيء اللي سويه أول يوم وسويه بعد شهر وش وراي ما عندي بس كشخص متقن تقول أبغى أوضح الحصان أشياء معينة وش وراي مع هنا الموضوع أساسية طبعاً بس نعم الفحج اللي أنا أتكلم عنه هذا الحصان اللي يرضيك بزيادة بسبب يعني دقتك بسبب مواكبتك له بسبب هل 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 هذا أثر سلبي ولا إيجابي الحصان اللي يرضي بزيادة يعني تكلمت عن هذا المقطع الفيديو اللي خفوا الثقل قبل خفت من قبل تكلمت عن المقطع هذا لما أقول يرضيك زيد عن زوم أقصد فيها إن حصان موزون ما قبلت الخاضع صحيح تركيب تميب جيدة أو كان معسور مرة أو فرن ضرب يدي استعمل القوة مواكبتي له خلته يتفاجأ ينصدم الطيحة يتفاجأ ينصدم فخوفا من الطيحة يفحج ثم مع الوقت خوفا من الطيحة يرقص أو يلعب بأسلوب معين فحذر زيادة عن اللزوم خوفا على نفسه هذا اللي يرضي بزيادة أنه حذر زيادة عن اللزوم يرضي حذر بزيادة يرضي زيد عن اللزوم مقصد فيها ان حصان يعطيني درجه زينه مع انه المفروض ما تنيها بالشكل هذا تودد يعني باختصار انه اقرب مثلا اضرب مثال اقرب مثلا لها شخص قريب لك اخوك او ولد عمك يستمر يمون عليك ما يمون عليك يستمر معك رسمي هذا ما ارضى الرسميه يعني. صحيحه أي. الاحترام صحيح بس مع شخص يقرب لك تصير سخيف المقصد سببها وشو لها دخل بتركيب الحصان مرات لا دخل طبعا دقتك اذا كنت يعني دقتك متلخبطه ولا دخل هذا شيء اساسي بعد تركيب الحصان طبعا الشيء الاول وش كان مركوب قبل؟ يعني الحصان كان معسور استعمل معه القوه يبالغ في استعمال القوه ثم ركبته وواكبته بالتفح حرك تحريري حقيقي تام يصير في تناقض من قوه المنع الى قوه التحرير اول وقت يبدا يطلع حركه ثم بعد وقت يبدا يرضيك زيد عن اللزوم انه بالغ في السحب بالغ في السحب بالغ في التسليك فصار يبالغ في العطاء يرضي زيادة عن اللزوم، وش معناته يرضي زيادة عن اللزوم؟ يعني هل يقوس زيادة؟ يعني ممكن هل يرقص؟ يقوس زيادة، يسحب زيادة، يتكي زيادة عاد هالشيء راجع له، الفكرة يرضي زيادة عن اللزوم قصدي انه باختصار درجته في كثير من الامور احسن مما مفترض تكون. جيد. انت حدك 70 ليش تعطيني 90؟ ليش 70؟ ابغى 70. انا بالفعل ابغى 90 بس قصدي اذا اعطيت 90 وهو بجاز 90 هنا مشكله لان منطقيا يصير يرضيك في اشياء معينه على حساب اشياء اخرى. ممكن اضرب لك مثال اذا كان صحيح ولا لا. افترض انك بتوقفه بدل ما يكع بالضبط يعني شيء بسيط يكع يعني مره. كان كلام كنت راكب مع زيد كان بيقول لي شيء معين الحصان يفتح ما يفتح لي توري قلت انا عارف الحصان اعرفه. هو ما ركبت حصان فتحت الباب بسرعه فتحت قلت له حركه بوري لي شيء يزيد معي فحصان مقنع. ما فتح لي اشيل هم وشو اذا توقفه اخاف ينقلب وقفه. عارف لا مره ويحتني وقفه يبي يعني يحتني الامر وقوف فاخفف امر الكعه عشان ما يجي صار عاش اكيد تكون درجته مره زينه وصل الكعه عندي بريال فاثناء الفتح من اول نشيل هم فاتحين مبسوطين بس كيف وقفه؟ الان نشيل هم الله يستر لا يوقف زيد عن اللزوم هنا ما ارضى زيد عن اللزوم والحصان قد يسوي لكن هنا حطيته في وضع من خطورة اضطر اني يرضي زيد عن اللزوم يعني فاتحني من اسطبل الزفلت بيني وبين زفلت هنا وشجره وصل كع عند لعبته وانت تقول اوكي اخوي برضيك هو دافور هذا قال بس انا ما بكتب دافور هنا طبعا كل اللي صار وسويت ضعفت الوقفه ما طلبت منه كع اقول بعد طبعا كع اقول بس بالنهايه بواكبه فلما واكبه زي مقطع حجم كان شفته مقاطع من حجم القديم مره اثناعش فيه كان يهذب وكعيته جنب فيصل بالسياره يوم كعيته تطمر على قدام كعب طمره مقطع قديم مره لمحجم هذه فيها ارضاء يعني؟ اي هو وقف اثناء وقفته مقطع صار عسيف اثناء وقفته وقف فوقيه زلك فانا جمعت اشعر جمعتي خلته يعدل الوقفه يعدل لان لو وقف بالشكل هذا بطيح جمعتي له خلته لو تركز فيها وقفه كم مره مكرر يوتيوب كثير حتى حضرت انستغرام كثير اهذبه حتى تسمع صوته الكاعه وقف ثم طمر على قدامك كعب طمر شوف الطمره قدامك هنا قاعد يوازن نفسه طبعا هي ناحيه حسيه عصبيه واقعيه منطقيه لو ما جمعتش كان بيطيح اي
لا طبعا على ورا على ورا ما اتوقع ممكن يطيح، بس قصدي الفكره ان ناحيه حسيه انا ما بلم شيء، انا ناحيه شعوريا جمعت، بس الفكره انه عقب ما شفت المقطع برضو تبين لك لا لانه اربع ثلاث ركوب ما تحس فيه، وبعض المرات اشياء تحس فيها وما تشوفها، وفي اشياء تشوفها ما حسيت فيها. جميل. بسبب ركوب اللي حصل طبعا اذا ما وقفت الحصان باختصار زي لما هذب حصان، انا هذا بيصير بس فلت وقفه، هذا محجب كل هذا ممكن يوقفون، بس هذا لما يوقف يوقف كل موقف بالتراب يطيح. صح. انا مداك انت يا مثلا حجه ما حصل بينما هذا يقول انا عارف شغل اعطيك تبغاه بس عندي بيس هنا اضافات من عند الحصان. جميل. لماذا اختار الحصان عدم الاختلاف؟ مرتبط ترى بقي سؤال واحد مرتبط بسؤالين مرتبط بالسؤال الاول اللي هو الطيحه. الحصان تحكمت، توقع التحكم، عرف التحكم، معناته ان لما يعرف الحصان ان لو قرر يطيح ممكن يطيحه يشيلها. وش اللي يخلي الحصان يختلف؟ الامل في النجاح. وكل ما زاد الامل في النجاح كل ما اختلف. كل ما قل الامل اختلف. ليش؟ هذا موضوع اختلاف يد الوقوف، هو مختلف مع الجميع. وعندما يختلف مع الجميع لن يفعل ما تريد، كلنا بدون استثناء. اللي يصير احسن خيار موجود هو اليوغا. حلم كل خيال، هدف كل خيال، امل كل خيال، بس ما يمكن تنتهي هذا الخيال. الان بعد ما تكرر الموضوع ما عاد يوقف مع الجميع، حتى مع خطا، بس ما عاد وقف عقب وقوف او تخفيف، غير ما عاد وقف عقب انطلاق وهج. لان انطلاق وهج كل ما اختلف رجع فاس. جميل. بينما هنا اول نقطه انخربت خربت يوقف. نعم. احسن من هذه الوحده. هذا في اصعب احواله. اثنين، والنقطه الاهم، هو اصلا ما عاد يختلف او يقل اختلافه بشكل قوي جدا مقارنه بنفسه. لاحظ قصدي قلت ممكن لا اختلف استمر يختلف، هذا مثل هذا مقارنه بنفسه، يعني قارن الحصان ده بنفسه وش كان يسوي، قارن ده بذا، قد ذاك هو خواف ده مو بخواف. نعم. بس مقارنه بنفسه كان يختلف مره. مقارنه بنفسه ما يختلف. ليش؟ لا اختلف اوقف، لا اختلف. لما هناك اختلف لا اختلف نص، كل ما اختلفت رغت فيه. نعم. قل ميزه تفريغ سمي تبغى هذا الدرج. تمام. جيد جيد. فيصير من ضمن الحل انك ما تحطه في وضع يخليه يختلف. فاذا وش اللي يخلي الحصان ما يختلف؟ معرفته للوزن. الوزن طبعا في وضع هو التحكم. تحكم توقع التحكم. معرفه التحكم هو اللي بعده. اي نعم. معرفه التحكم هي اللي تخلي الحصان يختار باختياره، زي ما قلت موضوع الاستسلام. انا ما اقول لك ان الثقه هي الطريقه الحلوه في التحكم، هي الطريقه الوحيده في التحكم. اذا لما نقول لك الاشياء المعينه اللي احنا كبشر لو صارتنا نراها ضد الحريه وان استسلام وان خضوع وان لان نربطها بالقوه. احنا ما نكره التحكم، نكره اسلوب التحكم. بنتك تتحكم طبيعي، لكن اللي خيل مستحيل تتحكم فيها التحكم يتكلم عنه انا بالقوه. التحكم انواع، اتكلم عن ما قلت لم يتحكم ابدا ما في اي ثقه. تحكم ثقة، تحكم تام ثقة حقيقية. المقصد هل الخيال هذا كذا السؤال، هل نقدر نقول الخيال يمر بالأوضاع الثلاثة هذا التدرج، يعني أنه تحكم توقع التحكم عرف التحكم، هل نقدر نقول أن الحصان في هالوضعية لو انه تكلم يقول ان هذا وضع الخيال الان، يعني انه الخيال الان متحكم؟ لا لا، هو قصدك كنتيجة. اي كحس، يعني الحصان يحس انك انت تحكمت فيه كنتيجة، انت قدامك تحكمت، الحصان قدامك خاف حاول انك تحكم فيه. جاي الان المرحلة الثانية توقع التحكم، الدليل انه توقع التحكم.